لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. والفسيلة هي السدرة الصغيرة. ولله والحمد والمنة كنا تعاهدنا في وقت مضى مع بلدية تبرت، وها هنا اليوم ونحن أتينا من مدينة مسعد، تضامنا مع إخواننا في مدينة تقرد، جمعية أحباب صغرى وتسجيل المحيط مع بلدية تقرد. بلدية تقرد أنشأت جمعية أحباب صغرى وتسجيل المحيط، وإن شاء الله رانا في صدد اليوم أغرس ما يقارب 1000 شجرة بمشيئة الله وعونه. كمل تاعك.